اسم محمد أنور، الكاتب العام لرابطة أساتذة مادة التربية البدنية والرياضية. أولا كانت لي جهة فاس، فاس بولما قبل ما يتم تغيير الجهة، كانت التأسيس ديالها سنة 2017. هي رابطة كتهتم باحتفاء أولا بالأساتذة المحاليين على التقاعد الثانوي من أساتذة مادة التربية البدنية والرياضية، زائد الأنشطة اللي كتحقق فيها الأهداف ديالها من تكوينات تاع الأساتذة، من احتفاءات بالتلاميذ المتوجين في مختلف البطولات الوطنية. دأبت هذه الرابطة على تنظيم حفل تكريمي لفائدة الأساتذة المحال التقاعد منذ التأسيس ديالها، وهذا السنة كنظموا الحفل التاسع للأساتذة المحالين على التقاعد، والعدد ديالهم اللي هم 11 من بينهم مفتش مادة التربية البدنية والرياضية بمدينة فاس. هاد الحفل كيتي تتمينا والجهود اللي كيبذلوها الأساتذة طيلة حياتهم المهنية، علما أن أي جهة لا تهتم بتكريم هاد الأساتذة، وإحنا خدنا على العاتق ديالنا تكريم هاد الناس هذا اعترافا لهم بالمجهودات اللي خدموها طيلة الحياة ديالهم المهنية.